السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله خير. معكم ديف بيست أبو محمد، واليوم جايب لكم سلسلة جديدة، سلسلة سيرفايفل جيم. سيرفايفل جيم سيرفايفل في ملتي بلاير في سيرفر اخوي اللي اسمه تشي بفور. طبعا معنا ميمو اليوم. اهلين. طبعا نحن انا مرة نعسين. ليش صورت التصوير ده يا شباب؟ بصراحة هذا التصوير مرة حيكون قصير، ممكن 5 دقايق 10 دقايق كحد اقصى يعني. ليش؟ اللي صورت تصوير 30 دقيقة، في النهاية بعد ما ظبطت كل شيء في النهاية يطلع لي انه بدون صوت، ولعت شرارة في قلبي زي كذا وحقت، فقلت بصور تصوير بسيط بشرح لهم اللي عندنا وكل شيء، ويعني خلاص وبرفع لهم الفيديو عشان يعرفوا انه في سلسلة جديدة زي كذا. يعني هذه السلسلة حكون شغال عليها هي وسكاي بلوك علينا يعني دحين في هذه الأوقات، وممكن ارفع فيديوهات ثانية. ممكن ابدا ارفع افلام ماينكرافت، يعني ما ادري، بس اشير اللي معي في القناه وبشوف بشوف الكومنتس اللي عندكم. انتم ارفع افلام ماينكرافت كلموني، انا مو مشكله، يعني ما عندي مشكله، عندي افكار حلوه. زي ما اقول لكم، طبعا هذا بيتي صغير كذا حق يعني اللي من نفس الماء، بعدين اجيب موارد زي الناس واسوق.